طبعا هذا هو عنوان او شعار حفل اليوم اللي هو الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة واللي كيصادف كامل للناس، وطبعا اللي كتقدموا او اللي كتحتفي بها الجميع العالمي كل يوم متعدده تخصصات التاولات، واخص بالذكر لدي إيماكتوس وكذلك كلود بوئيل. اذا مرحبا بكم جميعا بين احضار الكليه ان شاء الله اكيد كيتبنى برنامج متنوع وغني. واول حاجه غادي تدخل بها هي ايات بينات الى الذكر الحكيم، وغادي نلقى صديق عبد الباسط يتفضل مشكورا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تركوا النساء قطوا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى معكم عبد الحميد بوركيك مانجر ديكيب إيماكتوس. اليوم الحمد لله درنا واحد ليفيمون كبير بمعنى الكلمه مع شراكه مع كلوب بوئيل، كلوب متخصص في مجال النساء ومجال النسويه. الحمد لله هاد ليفيمون داز كما بغيناه، الحمد لله دازوا جميع الفقرات اللي خططنا لهم كما بغيناهم. جاوا الحمد لله شي ضيوف كبار عندهم قيمه في المجتمع، والحمد لله هادشي داز هو هذاك. وكنشكر الكوميتيزاسيون اللي عاونتنا في هذا ليفينمون حتى كدوزناه وطلعناه مزيان كما بغيناه. كنشكر الكلوب ديال بوئيل، كنشكر العميد ديال الكليه واثر الكليه
كنشكر جامعه تالنت اللي عاونتنا وكنشكر باك اللي عاونتنا حتى هي وكنشكر جميع لي سبونسور بلا ما نطول الهضره. وبالنسبه ليفينمون عليا انايا داز زوين. شكرا. احتفالية جميلة نظمها طلبة كلية متعددة التخصصات تحت لواء نادي إناكتوس ونادي بوغ إل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار تألق المرأة قوة وإلهام في كل زمان ومكان، والتي عرفت برمجة فنية وأدبية متنوعة وجميلة أبدع فيها طالبات كلية متعددة التخصصات عبر فقرات غنائية وشعرية بالإضافة إلى تكريمات لعدة فاعلات في مجالات مختلفة هنا وبين أحضان كلية متعددة التخصصات بتارودنت، والتي اعتادت تنظيمها كل سنة، وقد وقعت اختيار هذه السنة تكريم الأستاذة حنان رشدي والأستاذة كنزة عزمي والسيدة خديجة الغزال والسيدة منال إيت بن صالح والسيدة أمينة إليلو، وشكرا على الحضور وشكرا على هذه الاحتفالية العظيمة، وكل عام ونحن بألف خير.